السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة، وتعالوا نشوف شكل الغاية بعد ما خلصنا بقى شوية حاجات كده رفيعة، فان شاء الله تخلص على خير. قبل اي حاجة اقسم بالله، اقسم بالله وحشني كتير، ومعلش انا مقصر معاكم، بس اقسم بالله غصب عن الواحد شغل، والواحد بيجي اللي هم الساعتين بتوع الغية دولت، فعلى قد ما بيقدر قبل ما بيخدم ويخلص كده اهو، اليوم بيعتبر انتهى. فمعلش سامحونا واستحملونا، عشان خاطر هي الايام دي بتبقى ظروف الشغل كده، والجو صيف، النار بيبقى ضيق يعتبر، قبل ما بتيجي من الشغل وبتطلع تخدم الحمام اخر النار، فالدنيا بتبقى ليله. تمام يا رجاله؟ فالنهارده ان شاء الله هنتفرج على شكل الغيه كده، واقول لك الحمام ده انا اعتبر ابتديت اللي انا اكسل فيه وبريح الحمام ده. الحمام ده ملص ريش معايا، يعني النهارده هنتفرج على شكل الغية، وهنتفرج على اللي هو يعتبر التعامل مع الحمام قبل القفل. دلوقتي انا جددت الغية او جددت الالوان بتاعتها. الحمام ده لو مقفول عليه هيقعد فترة كبيرة مقفول عليه. طيب الوان الغية بتختلف يا جدعان، ممكن حمام بيبقى جامد قوي بيهيب من الالوان اللي هي زاهية، ممكن حمام بيبقى جامد قوي واخد على لون الغيه بتاعته مطفيه، لما بتيجي تديله الوان اللي هي يعتبر من الفواتح او الالوان الزاهيه دي، ممكن فرد الحمام يخاف او يقلق، هو متكهرب من الغيه بتاعته ما يحطش على الغيه بتاعته. فانت على قد ما بتقدر بتعمل اي تغييرات، حاول تطمن الحمام بتاعك. انا الحمام ده يعتبر نقله من تحت لفوق، قعدته شويه وجردته شويه وجريته شويه والدنيا زي الفل. الحمام ده هيخلص معايا بدري، الحمام ده عشان نكون متفقين مع بعضنا، الحمام ده يعتبر أول سنة ليه لباب، يعتبر هو خلص صمم كده أهو، وهيبتدي الموسم بتاعه اللي هو يبتدي اللي هو يرمي، يعتبر تاني عش ليه، يبقى الحمام ده عمره قبل ما بيقفل اللي هو الريش بتاعه بتاع الرمي التاني، سيبك بقى من الرمي الأولاني، قبل ما يقفل الريش اللي هو الرمي التاني بتاعه، يعتبر فرد الحمام ده يبقى سنتين، يعتبر اللي هو قفل سنة، واحنا بنقول يبقى بايت السنة، سنتين من عمره اللي هو عمر فرد الحمام 6 شهور، لكن سنة من عمرنا اللي هي 12 شهر، يبقى عمر الحمام يعتبر بايت السنة، لأن هو يعتبر قفل الصمم، ولما يستف الريش بتاعه ويرمي الريش اللي عليه، يعتبر فرد الحمام ده بايت سنة واحدة، السنتين هو يعتبر عمره اللي هو سنتين، لان عمر فرد الحمام سنه 6 شهور، لكن عمرنا احنا بالسنه 12 شهر، عشان برضو ما تلفش من بعض. طيب بتتعامل انت معاهم ازاي؟ الحمام ده انا بقول لك دلوقتي يعتبر الحاجه دي جديده عليه، انا فنشت يعتبر دلوقتي اللي هو الجناب بتاعتي اللي هي بتاعت الغيه من جوه، يعتبر الجناب اللي هي الوشوش بتاعتي، ادي الجنب بتاعهم اهو، ده جنب مصاطب، وما فيش جنب مصاطب بيتحط في الايه؟ في الصدر بتاع الحط، يعني ما فيش جنب مصاطب، عشان برضو نكون متفقين، جنب المصاطب بيتحط هنا، جنب المصاطب بيتحط هنا، المقاسات ايه حكماني، وانا المصاطب دي يعني انا ما كنتش مركب مصاطب ولا اي حاجه، انا كنت عملت الجنب ده من اوله لاخره كده، والجنب ده فوقيه مصطبه برضو كملتها وعملتها، وادي الجنب ده من اوله لاخره. بس ربنا يكرم ونربي طريقه زغاليل، وش المصاطب ده انا بتفائل بيه، وش المصاطب ده انا بتفائل فيه، لو هربي تحت السلم هاخده معايا تحت السلم اربي فيه. طيب دلوقتي الحمام ده احنا هنبدا اللي احنا نفتح له ونتفرج على الحمام ده، بص فيهم حمام هيطلع يا دوبك يركب الظهر اهو، اخر النار كده، بص فيهم حمام خلاص، هو ملص فيهم حمام مش هيقدر اللي هو يقوم. طيب انت كده بتطمنه للغيه بتاعته، بتطمنه للغيه بتاعته، ما يهبهاش. بص فيهم حمام مش عبط في الوش، الحمام ده يعتبر كتفه فاضي، بص هتلاقي في حمام كتفه فاضي، خلاص بقى دخلنا في الخمسات واربعات، فيهم حمام ثلاثات اهو، اللي مأخر رمي معايا خالص اهو، بص اللي مأخر رمي معايا يعتبر في عليه 6 رشاش،
لهم كلهم كده. هو قبل المغرب، بص المغرب فاضل له حاجات بسيطه كده ونقفل ويقدم، وبعد كده احنا هنقفل الحمد لله. طيب هنعمل ايه؟ اطلع بس يهوى شويه كده، ملناش دعوه اللي يطلع يطلع. خلاص الحمام ملص معايا كده كده. الحمام ده انا محميه، ولا في دبانه ولا في سوسه ولا في اي حاجه. الحمام ده يقعد له يومين كده اهو، يعتبر انا بكسل فيه، افتح يوم بقفل 3 4 ايام. الحمام ده اول ما الاقيهم عليهم تلاتات اهو خلاص، عشان الحمام ده يقفل رمي معاه على طول. خد بالك عشان في حمام هيعدل من جوه، في حمام بيعدل من جوه. فكده كده الحمام ده يعتبر اللي مطلعهم كلهم من اللوفت سن واحد، هيتساووا مع بعضهم، هيتساووا عشان سنهم واحد. فالحمام ده هيخلص قبل الحمام اللي هو يعتبر بايت. الحمام البايت ممكن في تعديل ويجيب من جوه، والقصه دي في حته القلش. فربنا يكرم الموسم ده ان شاء الله. خدها مني، الحمام هيسد فريش الموسم ده بدري عن السنة اللي فاتت لغاية شهر واحد. السنة اللي فاتت كان في حمام لسه عليه صمم، السنة دي هتلاقي الحمام ده مخلص قبل السنة اللي فاتت. ادي اهو شكل الحمام. طبعا انا بفتح لهم البيبان كده اهو، وهي بسم الله ما شاء الله بقت حاجة برضو اللي هي ايه، خطفة جديدة وحاجة تفتح النفس كده اهو، لان هي دي اللي لازم تطلعك الغية. الغوي نفسه بتقفل من قلب الغية، ضغوط وشغل وده وده وده. فابدا اللي انت غير، ابدا اللي انت جدد في اللمسات بتاعتك دي كده اهو. وش بتشيله من هنا، مش عارف جنب مصاطب بتعمله هنا، شويه بويه كده تتسحل فيهم ساعتين ثلاثه كده اهو بالليل. حبب نفسك في الغيه، لان هي اساسا بيبقى غصب على الواحد. ففي ناس كتير بتبتدي اللي هي تزهق من الغيه. حاول اللي انت تجدد، حاول اللي انت تشغل نفسك في الغيه بحاجه حلوه كده عشان تطلع فوق، عشان تطلع فوق. لو في تربيه زغاليل دي بتطلعك فوق، لو في فرخ شغال برضه بيطلعك فوق. طب انا ولا في تربيه زغاليل ولا في فرخ وفكك الحمام، ابتدي اللي انا بقى اظبط نفسي، اعدل وش بيبان، اعمل وش مصاطب، ابتدي اللي انا اظبط الحمامتين بتوعي، اهتم بيهم شويه، هتلاقي الدنيا معاك زي الفل، وبتبدا اللي انت رجلك تطلع تجيبك على السطح تاني. دلوقتي اقوم كده اهو، بص الحمام ابتدى بقى اللي هو خلاص يوم نصريش خالص كده اهو. بص هتلاقي الحمام بيقول لك ايه، جاي له كرشة نفس، مش قادر دب. ده برضه هيفيدني لما اجي اشمس الحمام ده وابدا اللي انا اسخن فيه. الحمام ده مش هياخد معاه وقت، لان انا ما قفلتش عليه. انا كنت بقفل الحمام ده من شهر 4 او شهر 5 كبيرة قوي. يعني الحمام ده بقاله كده، لو في الايام اللي هو العادي والجو اللي احنا كنا بنقفل على الحمام بعد ما الرمي والقصة دي، كان الحمام ده بقاله 3 شهور مقفول عليه. لكن دلوقتي الحمام ده بص اهو، الحمام ده يوم ما بيتكسر او يوم ما بتقفل عليه بيقعد 3 ايام. فدلوقتي خد اللي هو يعتبر الحموم بتاعه، حمام يعتبر هدر معاه ريش. فابتدي بقى خلاص اللي انا ابتدي اللي انا اريح الحمام بتاع ده، بس بعد ما يكشف الغيه ويكشف الوانها، لان هي الفتره دي انت ما قفلتش عليه. الفتره اللي هي بتاعت التجديد ده انت كنت بتقفل يوم اتنين تلاته، فحاجه برضو ايه يعتبر سهل عليه لانك انت مش قافله مده. لكن لو قافله مده وبتيجي تفتح له مره واحده، في حمام اقسم بالله يا جدعان بيهيب الغيه وما بيلمس الظهر. ليه؟ لانك انت قافل على اخر حاجه. هو برده فرد الحمام مش عبيط، يعني فرد الحمام برده مش غشيم اللي هو مثلا ايه، لا يا عم انت وقت ما تفتح لي في اي وقت هطلع اركب الغيه والف الدنيا. لا، في حمام من قفله دماغه بتفوت فتره التشميس وفتره التهويه وتحفيزه الارضيه والقصه دي كلها، بتنشط له الذاكره بتاعته، بتنشط له الذاكره بتاعته. فهي مش جعجعوني وخلاص، ولا اللي هو بتقفل وتفتح والقصه دي، لا. كل حاجه في قلب الغيه يا جدعان
لها حاجتها. انا ما بخترعش ولا اي حاجه، بس هي كل حاجة كل واحد في قلب الغيه بتاعته شايف ان ده الصالح وشايف ان هي ده اللي مريحه، فانت بتعمل اللي في غيتك واللي مريحك واللي جاي معاه. فانا اللي انا بعرضه لك اللي انا بعمله جاي معاه في قلب غيتي، ما بفرضش عليك. عايز تعمل بيه على دماغي، مش عايز تعمل بيه برضه على دماغي. فنسألكم الدعاء مش اكتر ولا اقل. معلش كنا صدعناكم ودوشناكم، بس غصب على الواحد يا جدعان، وحشني كتير والله، ومعلش كنت مقصر معاكم، بس ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله. يا احلى ناس في الدنيا.